السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلال يوم الغد ننتظر بعد تلاشي ضباب على المناطق الساحلية أجواء صحوة على غرب البلاد، لكن سحب ستنتشر على المناطق الوسطى أكثر كثافة على الوجه الشرقي، احتمال لبعض الأمطار المتفرقة حتى على أقصى الجنوب مرتفعات الهجار والتصلي وصولا إلى مناطق الجنوب الشرقي. خلال ليلة اليوم إن شاء الله ننتظر مقاييس ما بين 13 لغاية 20 درجة على الواجهة الشمالية، ترتفع على الجنوب لتقارب 34 درجة على برج باجي مختار. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى في ارتفاع، ننتظر 30 درجة على العاصمة تيزي وزو البويرة، 36 درجة على كل من غليزان معسكر وتلمسان، لن تتعدى 28 درجة على الواجهة الشرقية، ننتظر 36 درجة على بسكرة غردايا حتى على تندوف، ترتفع لغاية 46 درجة على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى قليل اضطراب تقريبا على كافة السواحل إلى مضطرب محليا على الواجهة الشرقية مع رياح قوية تصل لغاية 50 كيلومتر في الساعة. خلال يوم الجمعة إن شاء الله ننتظر بعض الأمطار الرعدية ستخص الهضاب العليا الغربية والوسطى، أجواء مغشاة على الجنوب بعد سحب ركامية ستنتشر على أقصى الجنوب مرتفعات الهجار والتاسلي، درجات الحرارة في ارتفاع. خلال نهاية الأسبوع إن شاء الله ننتظر نفس الوضع الجوي عدا بعض الأمطار المتفرقة أواخر النهار ستخص مرتفعات الهجار والتاسلي مع ارتفاع لدرجات الحرارة على الواجهة الساحلية. أما بداية الأسبوع القادم إن شاء الله فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقب أمطار على شكل زخات ستخص الهضاب العليا الوسطى والغربية حتى على مرتفعات الهجار والتاسلي، لكن العنصر الذي سيميز حالة الطقس وارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة على الشمال وحتى على الجنوب. غروب الشمس ليوم الغد سيكون بحول الله في تمام 8:07. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان.